أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها عودة الكوليرا والمخاطر المحتملة لتفشي الوباء. قالت مصادر طبية في صنعاء أن مستشفيات العاصمة تستقبل يوميا أكثر من 100 حالة إصابة بالإسهالات المائية الحادة والتي يشتبه فيها بأنها كوليرا. عودة جديدة للكوليرا قد تتطور لتصبح كارثة أخرى إذ لم يتدخل المجتمع الدولي بالإغاثة الصحية اللازمة لمواجهة انتشار الوباء، وضع تعجز معه مستشفيات صنعاء عن استقبال المزيد من الحالات بسبب تزايد أعداد المصابين. الوضع كذلك بدأت بوادره إلى دمار محافظة المجاورة لصنعاء ومن جهة الجنوب، وقد سجل القطاع الصحي فيها وفاة 12 حالة من أصل أكثر من 9000 إصابة بالوباء. في حلقة اليوم نناقش مخاطر عودة وباء القاتل في ظل عجز محلي شبه كلي عن مواجهته، وما الذي يجب فعله لمواجهة الوباء والحد من آثاره. جولة جديدة للكوليرا بدأت بوادرها من صنعاء بعد توقف دام أشهراً، ومعطيات تشير إلى أن الوضع قد يكون كارثياً أكثر من ذي قبل. وفقاً لمصادر طبية في صنعاء، فإن المستشفيات تستقبل يومياً نحو 100 حالة إصابة بالكوليرا، وقالت إن مستشفيات العاصمة تعاني عجزاً كبيراً عن استقبال المزيد من الحالات في ظل تزايد غير عادي للمصابين. وحسب مصادر طبية في محافظة ذمار، فإن الكوليرا أودت بحياة 12 حالة منذ يناير الماضي، إضافة إلى تسجيل 9560 حالة إصابة بالإسهالات المائية الحادة المشتبه بأنها كوليرا، مؤشرات عن وضع كارثي يستدعي تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي ممثلاً بالمنظمات الدولية التي طالما رفعت صوتها من أجل الوضع الإنساني في اليمن. الحكومة الشرعية في عدن تقف شبه عاجزة تقريباً عدا عن التواصل بالمنظمات الدولية نظراً لانتشار الوباء في مناطق سيطرة الميليشيا الإنقلابية. وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف والصحة العالمية قد أعلنت عن وفاة أكثر من 2500 شخص بالكوليرا من بين أكثر من 1,200,000 حالة اشتباه بالإصابة بالوباء بين أبريل 2017 حتى أكتوبر الماضي. أبدأ مع ضيفي من صنعاء هارون المذحجي، خبير برامج في مجال الصحة المجتمعية. أهلا بك أستاذ هارون. أهلا وسهلا بك، شكرا على الاستضافة. شكرا لك. في البداية لو تضعنا أمام أسباب عودة الكوليرا إلى صنعاء، وهل عودة أستاذ هارون تسمعني بشكل واضح؟ نعم أسمع. لو تحدثنا في البداية عن أسباب عودة الكوليرا إلى صنعاء. أسباب عودة الكوليرا إلى صنعاء أو إلى 11 محافظة في الوقت الراهن إلى 30 مديرية مقارنة بالعام الماضي أسباب متعددة. هناك استجابة إنسانية، هناك استجابة متكاملة من قبل شركاء منظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمة المجتمع المدني في الاستجابة لتفشي هذا الوباء في العام 2016 والعام 2017 و2018، لكن تلك الاستجابة لم تكن كافية للتحكم بانتشار الوباء أكثر. الدور الرئيسي كان لمنظمات المجتمع المدني، هناك غياب للدور الحكومي. الجائحة هذا التفشي للوباء يفوق قدرة النظام الصحي للتعامل معه سابقا وحاليا. الأسباب متعددة ومتداخلة في ظل وضع إنساني كارثي، أسباب اقتصادية متعددة، أمراض، لا يمكن الحديث عن الأسباب وإجمالها، يعني نحن نتحدث عن دراسات، لكن العودة مجددا هي بسبب الأوضاع الكارثية والإنسانية التي تمر بها اليمن، وجود موجات جديدة من النازحين. هذا ملخص فقط بريف لماذا عادت الكوليرا مرة أخرى. هي طبيعة البرامج التي قدمت وقدرتها على التحكم بالكوليرا أو منع تفشيها لم تكن كافية بالقدر الكافي، أو لم تكن دقيقة بالقدر الكافي أنها تمنع إضافة مديريات جديدة وتفشي الوباء إليها، وهذه هي القضية. طيب أستاذ هارون، ما الذي يمنع أن تكون هذه البرامج قادرة على القضاء على الوباء بشكل نهائي؟ لأن نشهد مع كل عام عودة أخرى للوباء في مناطق أيضا.
هذا سؤال جيد. الحقيقة البرامج التي قدمت كانت برامج مهولة، ودفعت مبالغ كبيرة جدا منذ العام 2017، نتحدث عن 66 مليون دولار وانتهينا في أول، ومثله ربما وصلنا إلى 120 مليون دولار من مختلف المنظمات التي ساهمت في الاستجابة لتفشي وباء الكوليرا. لكن الذي يمنع، هناك عوامل متعددة. أنا أتحدث هنا عن مستوى التخطيط، ربما هو أما أن يكون هناك خلل في التخطيط أو أن يكون خلل في التنفيذ، هذه قضية رئيسية. المسؤولية ليست مسؤولية المجتمع المدني فقط، هي مسؤولية الحكومات، وبالتالي يجب أن تكون هناك جهود مشتركة تكاملية. هذه القضية لابد من إعادة النظر في تقييم البرامج مرة أخرى، في تقييم هذه الاستجابة للكوليرا مرة أخرى. لابد أن تكون الاستجابة مختلفة بكل تأكيد. نحن نتحدث عن وباء موجب المؤشرات التي ظهرت خلال الأيام السابقة، نتحدث عن 92 ألف حالة خلال تقريبا أيام فقط من شهر مارس بحسب الترصد الوبائي، وبالتالي هذا مؤشر على أن الجائحة ستكون كبيرة. لابد من اتخاذ خطوات جادة وإعادة تقييم البرامج السابقة التي قدمتها منظمة المجتمع المدني، منظمة الصحة العالمية على رأسها، وكذلك اليونيسف وشركائهم. هذه قضية، هم الشركاء الرئيسيين، الدور الرئيسي للحكومة، لكن نحن نتحدث عن مقدرة، يعني مقدرة القطاع الصحي، الحكومة سواء كانت في صنعاء أو في الحكومة المشتركة بها دوليا جاهزا، لا يوجد مقدرة لاستيعاب العدد الكبير المتزايد لهذه الحالة. نعم هذه القضية، تفضل. طيب سأعود لك أستاذ هارون، أشرك معنا بالنقاش الطبيب أحمد دبوان من تعز، أهلا بك دكتور أحمد. دكتور أحمد. نعم أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد، نتحدث عن عودة الكوليرا، كيف يبدو الوضع في تعز، وكيف يمكن تلخيص أو ما هي الأسباب التي يمكن من خلالها تلخيص أسباب عودة الكوليرا؟ هل لعامل الطقس دور في ذلك؟ نعم، عامل الطقس وكذلك العوامل الأخرى البيئية التي تتعلق بندرة المياه وتلوثها، وكذلك عودة القمامة، تراكم القمامة في الشوارع وفي الحارات، هذه التي تلعب دور طبعا. طيب بالنسبة للوضع في تعز، وضع القطاع الصحي، لأي حد هناك استعداد لمواجهة عودة انتشار الوباء مرة أخرى؟ والله الوضع الصحي في مدينة تعز لا يخلو من المعوقات التي هي موجودة دائما أمام هذه المخاطر والأمراض التي تنتشر موسميا. فهناك قصور كبير بالنسبة للأدوية، بالنسبة للتحاليل اللي حتى المختبرات، هذه الأشياء كلها يوجد قصور كبير في المستشفيات، لأنه التدخل في أثناء ما ينتشر المرض، هذه مشكلتنا التأخير. طيب تبقى معنا دكتور أحمد، أعود للأستاذ هارون من صنعاء. أستاذ هارون، هل ضمن البرامج التي تعمل لمجابهة الكوليرا هناك برامج تتعلق هل فقط هي للعلاج بشكل حالي وآني، أم هناك تطعيمات معينة قدمت وما إلى ذلك، يعني أمور أخرى قد تمنع عودة الوباء؟ نعم، الحقيقة الاستجابة المتكاملة لتفشي وباء الكوليرا من قبل منظمات المجتمع المدني، منظمة الصحة العالمية على رأسهم كما تحدث، كانت استجابة متكاملة. هي تنقسم إلى جزئين إن أمكن تلخيصها. أولهما هي استجابة علاجية، ويتم من خلالها مداواة الناس الذين تعرضوا لوباء الكوليرا وأصبح لديهم إسهالات مائية حادة، تتمثل في كثير من المراكز التي تقدم الإناهة الفموية ثم تقديم العلاج اللازم. الجانب العلاجي ربما كان هو الأنجح خلال العام 2017 و2018، إذا تحدثنا عن مؤشر نجاح، أن من بين الحالات التي تعرضت للكوليرا لم يكن هناك معدل للوفيات يعني أكبر من 1%، وهذا يعد نجاح للمنظمات في هذا الجزء. لكن الجانب الوقائي وهو لا يقل أهمية،
من الجانب العلاجي، نحن نتحدث عن وباء، وبالتالي يصبح مهم جدا للحفاظ على الحياة. تفشي الوباء في هذه الأوضاع قد يعرض حياة الملايين للخطر. الجوانب المتعلقة بالوقاية البريفنشن لم تكن كاملة، حقق هدفها أن يصبح 1% من السكان عرضة للخطر كمؤشر نجاح لفعالية هذه البرامج خلال عامين وأكثر من هذا الجانب. هناك أسباب مختلفة لهذا القصور، لكن يعني فيما يتعلق بسؤالك، نعم بالنسبة للكوليرا هناك جوانب وقائية تبتدئ ب ليس فقط التلقيح، لأنه لم يدخل هنا في اليمن قضية التلقيح من الكوليرا، لكن نحن نتحدث عن إجراءات، عن رفع التوعية، هذا نتحدث عن ما يتعلق بالوش أو تقديم المياه الصالحة للشرب ومعالجة المياه وفلورتها ومعالجة الآبر، كل هذه الإجراءات الاحترازية الوقائية تمنع انتشار المرض. البرنامج التكاملي للتعامل مع الكوليرا شمل والوقائي. في اعتقادي أن النجاح في الجانب الوقائي لم يكن بالمستوى المطلوب، والمؤشر لذلك أن هناك عدد جديد من المديريات. نحن في العام 2019 في فبراير 30 مديرية جديدة ظهر فيها الوباء مقارنة بالعام 2018، وبالتالي هناك انتشار جديد. هذا يدل على عدم التحكم بانتشار الوباء، وبالتالي الجوانب الوقائية في تنفيذ البرامج لم تكن بالمستوى المطلوب، لم تكن دقيقة، وهذا أنا أعتبره عدم نجاح. أعود للطبيب أحمد دبوان من تعز. دكتور أحمد، لماذا هذه البرامج الوقائية هي دون المستوى المطلوب؟ والله يا أخي الوضع اللي هو المتحكم علينا بالنسبة للدولة نفسها، بالنسبة لغير كثير من المنظمات من محافظة تعز وتغيبها، وهذه كلها أيضا عدم وجود الدعم الحكومي، عدم وجود الدعم الإقليمي لمحافظة تعز، لكي تكون يسري عليها ما يسري على الجوانب الأخرى. طيب الآن في تعز كيف يمكن توصيف الحالة؟ إلى أي مستوى أو إلى أي درجة؟ الحالة من الكوليرا يعني تقصد؟ أكيد. أيوة، الحالة طبعا توجد الكوليرا في بعض المديريات وبدأت تنتشر بقوة، مثل مديرية جبل حبشي وغيره من المديريات، هي منتشرة بشكل كبير جدا. المستشفيات هي حالات كثيرة، لكن مكتب الصحة والسكان بقيادة الدكتور عبد الرحيم السامعي لا يألو جهدا في متابعة المنظمات والدعم من أجل متابعة هذا المرض. شكرا جزيلا لك طبيب أحمد دبوان، كنت معنا من تعز على هذه المشاركة، شكرا لك. من صنعاء أرحب بالقيس الحميري الناشطة المجتمعية، أهلا بك بالقيس. أهلا وسهلا فيكم. لو نبدأ بالحديث عن حجم المخاوف لدى المواطنين مع عودة انتشار الكوليرا في صنعاء. لو تكلمنا كذا بكل صراحة بنقول أن معظم المواطنين ربما لا يدركون بالمخاوف التي تهددهم من هالأوبئة، انتشار بعض الأوبئة من هالكوليرا، بحكم يعني عدم اتصالهم بالوسائل الإعلامية بسبب عدم وجود الكهرباء وإلى آخره. المواطنين يعتمدون على بعض الوسائل البسيطة التي تمكنهم من تداول بعض الأخبار. المشكلة أنه الأوبئة مثل الكوليرا يعني تصيب عادة أكثر فئات فقر، أكثر فئات تضرر من الوضع الحالي، أكثر الفئات بعدا عن الاهتمام وبعيدا جدا عن ما يدور حولهم. تجدهم فجأة موجودين في المستشفيات في المرافق الصحية ولا يدركون أنهم جزء كبير من معاناة أسبابها كبيرة ممتدة أمنيا وسياسيا وإلى آخره. يعني هم يظنون أن الوباء يمكن يكون عرض صحي يصيب فرد أو فردين بالعائلة، ولا يظنون أن المشكلة لها أبعاد بسبب أسباب كثيرة. يعني طيب بالنسبة للمواطنين وتحديدا الفقراء ومن لا يملكون الكثير من الإمكانيات، كيف يمكن لهم مواجهة
عودة انتشار الوباء؟ طبعا عودة انتشار الوباء هي تترجم عمليا بزيادة عدد المصابين بهذا الوباء. كيف يتم التعامل من قبل المواطنين؟ هم طبعا يتوجهون مباشرة إلى المرافق الصحية بإمكانيتهم المتواضعة جدا، مع سوء أو عدم وجود الخدمات في بعض الأماكن مثلا القرى البعيدة أو المناطق الكثيفة إلى آخره، لكن في مناطق أخرى ممكن يتحصلوا على خدمات لكن مستوى تقديمها متدني. هناك في بعض المنظمات أو الجهات ربما تعمل عملية مساعدة توعية إلى آخره، لكن أعتقد أن الوباء عندما ينتشر نحن لا نكون وقتها بحاجة إلى توعية بقدر نكون بحاجة إلى تدخل مباشر لتخفيف من الأوبئة. الآن نحن مقادمين على موسم هطول الأمطار، وهطول الأمطار في محافظة صنعاء إحنا نعرف مدى السيول التي تتدفق في الشوارع ورداءة الشوارع يتسبب في حصول يعني تراكم المياه، إضافة إلى وجود القمامة ما يسبب في انتشار الكثير من الأوبئة من هالكوليرا. إضافة إن إحنا لما نتكلم عن مستوى تقديم الخدمات إنه في خدمات غير موجودة زي المياه، معظم المواطنين داخل محافظة صنعاء يعتمدون على المياه التي تقدم إما كمعونات من بعض الجهات أو إنهم يعتمدون على شراء الماء الوايتات إلى آخره، ونحن لا نعرف حقيقة ما مدى صحة هذه المياه، والتي على ما أعتقد أنها تكون أكبر مسبب لانتشار الأوبئة مثل الكوليرا. إحنا نشاهد في عمارات العاصمة وفي قلب الشوارع الكثير من النساء يعني يقومن بنقل الماء عبر الدباب إلى آخره، يعني قنينات الماء الكبيرة هذه والأطفال إلى آخره، لأنه عندما تتردى الخدمات التي تقدمها المفترض الدولة هذه يؤثر سلبا على جميع المواطنين. طيب سؤال أخير بلقيس عن منظمة المجتمع المدني والمبادرات المجتمعية والشبابية، إلى أي حد يمكن أن يكون لها مساهمة في هذا الوضع؟ يمكن أنا أول أشرت قبل قليل أنه مع الأسف أن المنظمات تتحرك في الوضع الضائع، يعني عندما ينتشر الوباء لقيت أن المنظمات تبدأ تتحرك في مجال التوعية، ربما تعمل بعض المنظمات في توزيع بعض المنظفات وإلى آخره. هنا تصل إلى الجميع، تصل إلى القبلة. الفئة الأكثر تضررا ربما لا تصل لهم عادة، يعني المواطنين ليسوا بحاجة إلى هذه الآليات المؤقتة بقدر ما هم محتاجين إلى آليات دائمة تعمل على منع انتشار هذا الوباء وظهوره من وقت إلى آخر. ندرس ما هي الأسباب. إحنا لو عدنا للوضع بشكل عام في اليمن نعرف أن الأسباب هي في المقام الأول تردي الوضع بسبب نقول الحرب، عادة بسبب الحرب تدهور الوضع بشكل عام في كل الجوانب ونتج عنه ظهور هذه الأوبئة. أعتقد أن المواطنين الآن أصبحوا يدركون أن معاناتهم لم تعد بحاجة إلى مهدئ مؤقت أو موضعي مثل هذه المعالجة التي تأتي منها المنظمات سواء تكون المحلية أو الدولية، لأنهم بحاجة إلى الآن إلى إعادة النظر في الأمور بشكل عام، في الوضع بشكل عام، من أجل أن لا يظلوا رهينة لأي ظهور مرض أو ظهور وضع اقتصادي سيء إلى آخره. شكرا جزيلا لك بلقيس الحميري ناشطة مجتمعية من صنعاء، وأرحب بالدكتورة أسمهان السياني طبيبة في مستشفى الثورة في تعز. أهلا بك دكتورة أسمهان. أهلا وسهلا بك أخي. دكتورة أسمهان، نتحدث لو في البداية عن وسائل الوقاية التي يمكن أن ننصح بها المواطنين خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الآن. حقيقة أعتاب جائحة الكوليرا وازدادت حالة الكوليرا للأسف. هناك حالة تم إثباتها بالفحوصات الزراعية وصلت أكثر من 15 حالة. اليوم تستنهض الدولة بأكملها لمواجهة هذه الجائحة، خاصة أن أسبابها جذرية مثل انعدام مصادر المياه الصالحة للشرب. كيف أنني أوجه نصيحة للإنسان أقول له يجب أن تشرب مياه صالحة وهي غير متوفرة في الأساس؟ تمام. أيضا رفع القمامات من الشوارع المتكدسة. تمام. أيضا حملة اللقاحات التي طبقت في مديرية القاهرة
نتمنى أن تطبق في جميع المديريات في المظفر وغد منطالة والتربة. كل هذه وسائل للحد من استخدام المعقم مثل الكلوروكس، معقم ممتاز إذا تم تخفيفه بمي واستخدامه من قبل ربة المنزل في مسح الأسطح والأماكن. هذا ما يمكن أن نعمله الآن، لكن طبعا هناك حلول جذرية يجب أن تقوم بها الدولة، لأنه معك يا أخي انهيار منظومة الصرف الصحي في تعز، انعدام مياه الشرب، أيضا تكدس القمامات، طفح المجاري، هذه كلها كانت أسباب يعزى إليها أودت انتشار وباء الكوليرا في مدينة تعز، وفعلاً فعلاً أصبح الآن مهدد وخطير. طيب أعود للأستاذ هارون من صنعاء. أستاذ هارون، إذن هناك لابد من حلول جذرية العمل عليها لإنهاء هذا الوباء، ما الممكن والمتاح اليوم العمل عليه من هذه الحلول الجذرية وفق الإمكانيات الموجودة سواء بين الحكومة والقطاع الصحي والشركاء الدوليين والمعنيين بالملف الصحي وفق خطط الاستجابة؟ نعم. والطوارئ المعمول بها حاليا. نعم، الحلول الجذرية تكمن جميع هنا المسؤولية مشتركة، المسؤولية تجاه المجتمع المتضرر هي مسؤولية كل فرد في المجتمع، هي مسؤولية الإعلام، هي مسؤولية القطاع الصحي، هي مسؤولية منظمات المجتمع المدني، هي مسؤولية المجتمع المتضرر بحد ذاته والنشطاء في المجتمع، الجمعية أو المبادرات الشبابية، مسؤولية لجان الحماية المجتمعية، كل المجتمع مسؤول مسؤولية كاملة. المجتمع المدني الذي تقوم بالاستجابة لتفشي وباء الكوليرا أيضا هم مسؤولين تجاه المجتمع المضيف أو المجتمع المتضرر. يجب أن تكون البرامج مدروسة بشكل جيد، مخططة بشكل جيد، يجب تقييم وإعادة تقييم البرامج السابقة وتقييم البرامج التي سيتم تنفيذها في القريب العاجل. هناك ورش عمل مختلفة تقوم بها منظمة الصحة العالمية واليونيسف والشركاء المختلفين لتنفيذ استجابة طارئة أمام هذا التفشي وهذه الموجة الجديدة من ظهور وباء الكوليرا. أعود وأقول أن الحلول الجذرية تكمن بتضافر جهود الجميع وبتركيز جهود المنظمات المدنية العاملة في مجال يجب أن تكون هذه البرامج أكثر دقة، يجب تلافي الأخطاء التي وقعت في الماضي، يجب أن يكون هناك تقييم ومتابعة للبرامج السابقة والحالية، متابعة مستمرة وتنفيذ بشكل جيد. هناك تخطيط جيد ربما، لكن التنفيذ على الأرض ربما لم يكن في المستوى المطلوب، وإن كان عملية التوعية التي يعتقد البعض أنها وأن ليس لها دور، لكنها الأكبر، وأنا أقول من خلال منبركم هذا أن التوعية بتفشي وباء الكوليرا لا يقل أهمية عن إعطاء العلاج، لأنه نحن نتحدث عن وباء، وهنا أهمية وصول الرسالة الإعلامية الصحيحة لجميع أفراد المجتمع هي محافظة على الحياة، وبالتالي هذه الاستجابة المتمثلة بالتوعية رسالة مهمة جدا، محافظة على الحياة، هنا الاستجابة تتكامل بتضافر جهود الجميع. أشكرك جزيلا الأستاذ هارون المدحجي خبير برامج في مجال الصحة المجتمعية، شكرا جزيلا لك. أعود للدكتورة أسمهان. دكتورة أسمهان، وفق الإمكانيات الموجودة لديكم اليان والتي تعملون من خلالها في المستشفى، إلى أي حد هذه الإمكانيات قادرة على خدمة الناس وإنقاذهم من هذا الوباء؟ الحقيقة هناك زوايا إرواء في مراكز في مدينة تعز اللي هي في الجمهوري ومستشفى خليفة، على زوايا إرواء لاستقبال حالات الكوليرا مدعومة من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، لكن طبعا هذه غير كافية الآن لأن الوباء الآن في ازدياد، هذا الوباء أصبح مسيطر، أصبحنا الآن بحاجة نهضة مجتمعية والدولة أن تكون حاضرة في المشهد، قلت لك يا أخي تحمل مسؤولياتها في تمييز صالح الشرب، في رفع القمامة المتجددة في الشوارع، في الحد من طفح المجاري، أيضا الناشطين والحقوقيين عليهم بحملات التوعية لأنها لا تقل أهمية أيضا عن كل ما تقوم به الدولة. حملات التوعية أحيانا الوقاية أفضل من العلاج، أن تقي أسرتك من المرض قبل أن تصل إليه هو أفضل من أن تصل إلى المرض وتذهب للمعالجة. الكوليرا للأمانة وباء خطير يقضي هنا،
فلذلك كان لابد من التوعية لأفراد الأسرة والاهتمام بالنظافة الشخصية. ولكن قلت لك المياه في تعز سحيحة جدا، خاصة أنه تأخرت موسم الأمطار، فمياه أيضا حالة الأسرة لم تعد تستطع شراء الماء لنتيجة غلاء الواي في الماء، وبالتالي نحن محتاجين قلت لك يا أخي إلى نهضة مجتمعية من كل الناس. ما تستطيع أن توفر المستشفيات استقبال الحالات التي تصل إليها، لكن منظمة المجتمع المدني ممكن أن تساهم في وقاية الناس قبل الإصابة. أيضا الدولة أن تعي وتقوم بواجبها في كل مجال تخفيف من انتشار هذا الوباء كما قلت لك سابقا. شكرا جزيلا لك دكتورة اسمهان السياني، طبيبة في مستشفى الثورة في تعز وعضو نقابة المهن الصحية، وأيضا الشكر لكل الضيوف الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم الزميل وديع عطا، في أمان الله.